إحدى الكبائر وعُرفت بأنها ذكر عيب كشف عيب لمؤمن في غيبته هذا قيد معناه أنه إذا كان حاضرا وكشف شخص عيبه لا يعتبر هذا غيبه قد يدخل في باب اخر باب الاهانه باب التنقيص اما غيبه كانه اخذ فيها كونه غائبا غير حاضر الغيبة ورد في بعض الروايات أنها تنقل حسنات المغتاب إلى المغتاب. المغتاب تستعمل في الذي يستغيب، وتستعمل في الذي يُستغاب. كلمة واحدة تطلق على اسم الفاعل واسم المفعول. وهذه يعني خسارة كبيرة الإنسان اللي يغتاب غير كونه مرتكبا لإثم وزر قاعد يخسر تعبان بعض الناس يسوي مستحبات يصلي نوافل يصوم أيام مستحبة يجيب أذكار يعطي صدقات تالي يروح يستغيب لواحد كلها تروح لذاك الروايه قايله تنتقل حسناته الى ذاك الطرف يعني حتى اللي ما يحسب حساب الاثم خلي يحسب هالخساره اللي قاعده تروح منه هذه الاعمال متعب روحه وكذا تالي كل كلها انشالت وانحطت انعطت لذاك الطرف عموما ذكره في غيبته بعيب مستور الرواية قايلة ما معناه أما أما الحدة والعجلة فلا يعني ممكن واحد يقول فلان بحدة شديد إيه هذه شغلة هي عيب لكن معروف الناس تدري به فيه عجله يستعجل بالامور معروف فيه عيب معروف غير مستور اما الاشياء المستوره التي لا يعرف عنها الناس وهذه قد تكون في شيء يرتبط بالدين وقد يرتبط بالدنيا الان يوم من الايام شخص فتح الباب على واحد شافه قاعد يسمع اغاني موسيقى اذا كان بس شافه بسرعه طفاه طف الراديو كذا قال قاعد يسوي قال له ماكو ما شيء فما يريد احد يعرف هذا يطلع برا يسولف هذه غيبه بما انه لم يجاهر بها مستوره كانت القضيه فذكرها خارجا غيبه وقد يرتبط الامر بعيب دنيوي وهذا العيب الدنيوي ايضا اشكال قد يرتبط ببدنه يقول هذا اكو بجسمه العيب الفلاني هو ما يرضى الناس يعرفون يقول عنده مثلا غده كذائيه حبه كذائيه داخل جسمه ما يرضى الناس يعرفون عيب ما يجوز ان يذكره وارد في تجهيز الميت روايه لطيفه كل الروايات لطيفه روايات اهل البيت عليهم السلام بالي مضمون الروايه من غسل ميتا وادى فيه الامانه يمكن الروايه فيها غفر الله له الراوي يسال الامام عليه السلام يقول ما معنى وادى فيه الامانه قال ستر ما راه لان هذا ميت راح يكشف عنا بعد بالنتيجه هذا اللي يغسله راح يكشف فيرى امورا لا يروح يسولف برا والله فلان من غسلته شفت بطنه هالشكل ظهره هالشكل كذا يروح يكشف عيوبه هذا الميت والحي اولى ان واحد لا يكشف عيوبه امام الناس اولى او مثله طيب أو في حسبه أو نسبه الحسب يعني الشرف المنزلة فرضنا هذا من قبيلة معروفة بالسوء مثلا مو قبيلة فهذا يروح يسولف عنه يقول فلان تدرون به هذا من القبيلة الفلانية اللي هم قطاع طرق مثلا قاعد يسبب له يعني يكشف هذا ما يريد الناس يعرفون هو من تلك القبيلة أو من حيث النسب يقول هذا من بني أمية تدرون يا ناس فلان هذا وين يوصل نسبه يوصل فلان من بني أمية العبد الملك بن مروان مثلا وهذا هو فعلا نسبه يوصل بس ما يرضى ما يرضى سبحان الله هذول اللي كانوا ضد اهل البيت عليهم السلام حتى ذريتهم ما يرضون الناس يعرفون اكو بعضهم انا سامع وادري انه بعض ذرياتهم هم يقولون يقول هو ينتسب الى فلان من كذا من بني اميه ما يرضى الناس يعرفون يشوف بها اهانه فلا الانسان يروح يكشف سره امام الناس ويسوي له مشكلة يقول لهم هذا ترى فلان من بني أمية وهالمرة يجتمعون كلهم عليه تعال لنا شلون انت صرت ومنو هذا جدك وشي خلص منهم مثلا المهم يذكر حسبه ونسبه بسوء يعني يكشف عيبه أو أخلاقه يقول هذا عنده أخلاق كذائية وهذا برا ما يطلعها غالب الناس أخلاقهم برا لا بأس بيها ويا الناس زين يتعاملون لكن بالبيت صعب وضعهم خصوصا دول ضعاف تحت ايده مرته واولاده وبناته وكذا ويشوف روحه يصرف عليهم بناء هو بعد خلص يقدر يتصرف بهم شلون ما يريد يضرب من يشاء ويدع من يشاء يسب هذا ويمدح ذاك والى اخره زين مو خوش هذا عمل سيء لكن ما يرضى الناس يعرفون فواحد يدري يروح يسولف برا يقول هذا ترى بالبيت هالشكل وضعه الان ممكن يجي سؤال انه قد يكون هو يقول هالكلام لغرض عند غرض ربما هذا يرتدع اذا وصل الخبر هذه مساله اخرى راح تجينا ان شاء الله استثناءات الغيبه اكو كم مورد اللي الغيبه فيها جائزه واحد منها اذا كان الغرض منها المنع من المنكر يشوف هذا ما يبطل عن الشيء الغلط اللي يسويه الا اذا حكى يقول له راح احكي اقولهم للناس اذا ما تبطل راح احكي يمكن هذا ما يصدق يقول له لا روح احكي راح تكلم صارت ضجة والناس قامت تتكلم فهذا يخاف يقوم يقلل من مثلا خطئه هذا استثناء لكن الآن مع غض النظر عن هذه الجهة ولا فرق في الغيبة بين القول والكتابة والإشارة أي شيء أحيانا واحد يجي ذكر شخص مثلا يجيبون اسم واحد فواحد يطالع الثاني فرد نظرة كذائية نظرة فيها مغزى يعني احسب حسابك هذا اللي ذكروه اي غيبة بن يقول انا ما حكيت ما سويت اي ما حكيت هاي النظرة لها اهمية يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور الله عز وجل يدري بها بأية طريقة بأية طريقة أوصل المعلومة النتيجة أو يأشر مو إشارة لفظية يعني يكني قال له فلان خوش آدمي هم خير أو هم عالم قال إيه فعلا عالم هذا استغابه شلون غيبة شكبرها يريد يقول يعني ترى مو خير اذا واحد يقول له شلون هالشكل تحكي يقول انا يعني ما قلت شيء قلت عالم ليش قلت شيء هو قال عالم وخير ليش انت تقول اي عالم قول اي عالم وخير اذا ما مت تشوفه خير اسكت اسكت بس من تقول اي عالم وتقطعها معناه مو خير او تقول اي والله هذا رجال خير فعلا مثل ما تقول يعني مو عالم يعني نفى الصفة الأخرى مع أنه ما صرح لكن كنا رب كناية أبلغ من تصريح زين الآن الإنسان استغاب السؤال إذا كان الغرض إبداع أن هذه الصفة فيه اجلى من صفة أخرى إذا كان هذا الغرض وفعلا الكلام ما أوحى بتنقيص ما في إشكال الآن إحنا نقول فلان عالم نمدح نقول فلان عالم الآن واحد يسأل يقول يعني مو خوش إنسان هذا مو خير يقول لا أنا ما قلت مو خير قاعد أذكر علمه أو فلان خير أو فلان كذا يمدحه لكن أحيانا هو الكلام يصاغ بطريقة اللي يفهم منه أنه يريد ينفي تلك الصفة زين الآن استغاب شي يسوي تندم يكون يندم على فعله كل ذنب الإنسان يسوي يكون يندم ويندم لأنه عصى الله عز وجل مو يندم لسبب اخر يعني الان بدايه الكلام قلت اكو روايه تقول ما معناه ان ال الذي يستغيب تنتقل اعماله كلها الى ذلك الطرف هو عقب ما استغاب تندم لهذا السبب قال حيف والله هذه اعمالي راحت خلي استغفر خلي اتوب حتى ترجع لي هذه مو توبه التوبة الحقيقية أن يخاف من الله عز وجل يندم لأنه عصى الله سبحانه. اكو كثير من الناس يرتكبون ذنوب ويتندم لكن لا لأنه عصى الله سبحانه لأسباب أخرى. فرضوا واحد سوى شغلة أذى شخص مسكوه وجابوه للسجن. واحد يسأله أنت متندم نادم يقول إيه نادم ليش يقول أنا لو أدري مسكوني ويحطوني بالسجن كان ما سويت هالشكل نادم لأنه أمسك لأنه ألقي في السجن مثلا أو مثلا شاف آثار قام مثلا يتمرض تصيب نوائب وهو افترضها هذه حوبة مثل ما نسميها قال أنا لو أدري هذا الشكل حوبته عشان ما, ما استغبت مثلا فهو متندم لانه قاعد يتضرر قاعد يحس بضرر ما ينفع لابد ان يكون الندم ناشئا من معصي من كونه عاصيا لله سبحانه ليش انا عصيت ربي حتى لو ما صار في اي شيء ما صار في اي شيء يكون نادم على انه عصى الله سبحانه زين ها الحين ترجع له الروايه عندنا روايه او اكثر مضمونها ان الانسان اذا اذنب امهل سبع ساعات سبع ساعات فاذا تاب لم يكتب الذنب عليه يعني لما يصدر منه الذنب ما راح يتسجل يأجلوا سبع ساعات إذا تاب في خلالها خلص انتهى فخلي يلحق أي واحد يسوي ذنب يلحق على روحه قبل ما تخلص السبع ساعات يستغفر يتوب يندم الآن هناك بحث أنه هذه شنو سبع ساعات هذه الساعات اللي نفهمها كل ساعة مثلا ستون دقيقة بحيث يحسبها يضرب سبعة ضرب ستين مثلا تصير أربعمية وعشرين دقيقة الآن شاف ساعته صارت أربعمية وتسعة دقيقة يقول بقت دقيقة واحدة خل ألحق أستغفر مثلا هالشكل مو معلوم يعني بذاك الزمان زمان صدور الرواية ما كانت ساعات بهالمعنى ممكن في احتمال سبع ساعات يعني سبع اوقات مثلا من طلوع الفجر الى طلوع الشمس هذه ساعة نعتبرها معنى ساعة ونص تقريبا من طلوع الشمس الى ارتفاعها ساعة من ارتفاعها الى قريب الزوال ساعة سبع اوقات هذا احتمال ثاني اكو احتمال ثالث سبع ساعات يعني سبع ظروف تمر عليه سبع احوال الان سوى الذنب قاعد هنا قام راح قضى حاجه هذه حال تغيرت حالته الى تلك بعدين راح قاعد ياكل شويه طعام هذه حاله اخرى سبع احوال احتمالات فيها على كل <applause> الروايه قائله اذا تاب قبل سبع ساعات لم تكتب عليه خلاص ما ينكتب اساسا الذنب زين تاب نجم خلاص هناك شيئان اخران وردا في الروايات واحد ان يستغفر لمن اغتابه هو المستغيب يستغفر اول النفس يقول الهي سامحني توبه بعدين يستغفر لذاك الطرف يقول اللهم اغفر لفلان الذي استغبته الشغله الثانيه اللي وارده في الروايه انه يروح يعتذر منه لم يغفر الروايه قايله مضمونها لم يغفر له حتى يغفر له صاحبه زين اذا راح يعتذر منه ما قبل منه الاعتذار بعد هو ادى اللي عليه يقول له انا اعتذرت منك شو اسوي لك يعني قاعد اقول لك سامحني ما قبل ما قبل زين سؤال واجبي يروح يعتذر منه مو معلوم ليس واجبا وانما هو افضل احتياط استحبابي وطبعا انما يعني يمكن ان يقال انه افضل اذا لم يستلزم محذورا اخر يعني احيانا هو يدري هذا اذا راح او يحتمل اذا راح قال له انا استغبتك سامحني او ما يقول له استغبتك يقول اكو شغله اريدك تسامحني عنها يقول له شنو الشغله؟ يقوم هالمره يدقق يقول له استغبتك ايش قلت عني؟ والمن قلت وكم نفر سمعوا منك هالمره تصير طويله وعريضه الصيرة طويلة وعريضة تجر ربما إلى ما لا تحمد عقباه فمن أول يسكت ما يقول له لأن يعني أحيانا فعلا فعلا سبب مشكلة هذه الكلمة إذا يريد يعتذر منه لو فرضنا هو الإنسان العاقل لو يجي واحد يقول له أنا أريد تسامحني أكو شغلة صارت وأريد تسامحني يقول له خلاص سامحتك لا يسأله شنو القضية لا يسأله او قال له استغبتك يقول له خلاص سامحتك بعد لا يسويها طويله وعريضه وين ما وين كم نفر سمعوا منك وش قلت عني وليش قلت لا يساله لكن بعض الناس يسالون يسالون فاذا يحتمل ان يستلزم الاعتذار ضررا لا يقول خلاص استغفروا خلاص اذا ما في ضرر احتياط هذا احتياط استحبابي ان يروح يعتذر منه وان يستغفر له يدعو له بالمغفره وصلى الله على محمد واله <applause>